هذا يسأل عن بيع السلم، وما حكم بيع ما لا يملكه الإنسان؟ بيع السلم جائز، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن بشروط السلم المعروفة. السلم جائز ومعاملة طيبة وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. لازم يسلم الثمن في مجلس العقد، فإذا حل الأجل فإن المسلم إليه يأتي بالمال، بالطعام، بأي شيء أسلم فيه يأتي به ويحضره ويسلمه للمسلم. هذا هو السلم. والثاني بيع ما لا يملك. بيع ما لا يملك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم.